حاليا السيارة هذه من ضمن المنافسين أشوفها أفضل خيار بصراحة لعدة أسباب. إحنا قاعدين نتكلم عن سيارة ماركتها هي تعتبر من أقوى الماركات بالمملكة، كذلك قاعدين نتكلم عن أفضل صرفية وقود واحتياجاتك الأساسية كلها موجودة، كذلك أنظمة السلامة حتى على فئة الستاندر، خاصة أن السيارة اليوم اللي معانا هي فئة الستاندر وفيها عدة مزايا. وبسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. وتغطية اليوم عن تويوتا هايلاندر 2021 فئة الستاندر، طبعا سيارة الكروس أوفر العائلية ذات السبع مقاعد الاقتصادية والمواصفات المميزة حتى على فئة الستاندر. نبي نتعرف على أهم المزايا. وقبل ما نبدأ بالتغطية يا سيد أخوان الكرام، اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستغرام على التيك توك. تغطية اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، وباقي التفاصيل تحت بالوصف. تقريبا 138 ألف ريال شامل الضريبة. تويوتا هايلاندر سيارة طبعا كروس أوفر عائلية هجينة، سيارة اقتصادية سبع مقاعد، سيارة واسعة طبعا تصلح داخل المدينة أو على الطرق السريعة. السيارة تتوفر حاليا بثلاث فئات، ستاندر نصف فل وفل كامل. أسعار الستاندر طبعا في الوكالة يتكلم حدود 146-145 ألف ريال، تنتهي للفل كامل بحدود 187 ألف ريال. طبعا فئة الستاندر هي الفئة الوحيدة تجي نظام دفع أمامي، باقي الفئات دفع رباعي مستمر طبعا أولويل درايف. تويوتا هايلاندر بين المنافسين، طبعا إذا تكلمنا عن منافس ياباني نروح لنيسان، فأكيد نيسان باثفندر، وإذا رحنا للهوندا هوندا بايلوت، وإذا رحنا للمازدا فالمازدا سي إكس 9 برضه هو المنافس. أما بالنسبة لجماعة كوريا هيونداي باليسيد وكيا تيلو رايد، والأمريكان فورد إكسبلور، عندنا دوج دورانجو، طبعا يختلفون الإكسبلور والدورانجو يجون بنظام دفع خلفي عن باقي المنافسين، لكن مثلا شفرليه ترافيرس جيم سي أكاديا، سيارات جميعهم يتميزون كلهم نظام الأساسي دفع أمامي باستثناء الدوج الدورانجو والهلا الفورد إكسبلور. عموما السيارة حاليا تجي بسواقنا بمحرك وحيد غير الأسواق الأمريكية، توفر منها أعتقد ثلاث محركات. المحرك حاليا اللي جينا هو محرك الهجين 2500 سي سي 4 سلندر، طبعا البطارية مع البنزين حدود 240 حصان تقريبا، نوعا ما الأحصنة ممتازة على السيارة. فيوم تكلم على 4 سلندر سيارة جدا اقتصادية هجينة، فالأداء حيكون معك ممتاز. جير السيارة فهو سي في تي، ونظام الدفع فهو أمامي زي ما ذكرنا لأن هذه فئة الستاندر. طبعا معنى السيارة هذه تستحق انك تصورها دائما وتعرف العوائل عليها، خاصة العوائل تهتم بالسيارات العملية والاقتصادية، بدل ممكن تشتري فورشنر طبعا يكون صرفيته عالية برضو شوي اضيق من هذه، فهذا يكون خيار مناسب اكثر للعائلة. تجي اضاءات LED نهارية، نور عالي واطي LED، كشفات ضباب، الجنوط طبعا مقاس 18 انش. يوم نتكلم عن مقاس الجنط او عفوا مقاس الكفر اللي هو 235x65، الكفرات من نوع تويو الزمن لاحظ. طبعا عند الإشارات بالمراية شعار تقنية المحرك على الأبواب، طبعا شركة تويوتا غنية عن التعريف في محركات الهايبريد، ومن أوائل الشركات اللي قدمت هذا الشيء وعلى مجموعة سيارات. فأنت يوم تأخذ الهايبريد أنت وتأخذ من تويوتا، فأنت قاعد تأخذ من أحد العمالقة الكبار في هذا التقنية وهذا المجال. السيارة من خلف عندنا أربع حساسات خلفية، إنارات LED خلفية، وعندنا مساحة زجاج خلفي مع جناح خلفي، الشنطة الخلفية يدوية. السيارة سبع مقاعد زي ما ذكرنا، ثلاث صفوف، صف الأخير صراحة نشيل ثلاث أطفال لكن من باب الأمان ففي فقط حزامين أمان، لأنه والله نشيل أشوف أشيل ثلاثة من الأطفال. الصف الثاني بنرحل بعد شوي. عموما تكييف فوق بالسقف، لهم تكييف مستقل، طبعا فيها كاميرا خلفية. ونكمل. طبعا سيارة خزان الوقود تتكلم حدود 65 لتر بنزين تقريبا. صرفية الوقود 20.8 كيلو كل لتر بنزين، طبعا هذه الصرفية دائما تكون داخل المدن عشان نكون واقعين أكثر، لأن السيارة تشحن البطارية أكثر داخل المدن أكثر مما تشحن أو تعطيك أداء على الطرق السريعة، بحكم الطرق السريعة تمشي فيها 120-140 حسب السرعة المحددة لك ومزاجك. طيب 20.8 كيلو، طبعا سيارة كروس أوفر، معنا صراحة هي ميالة أكثر يعني صراحة المستغرب إن يسموها كروس أوفر، معنى سيارة SUV كروس أوفر دائما تكون أصغر من كذا، لكن كل شركة لها تقييماتها.
مفاتيح ذكية. طبعا دخول ذكي، تشغيل ذكي، بمجرد نلمس الباب يفتح القفل على طول. شوف الداخلية الجميلة هذه. طبعا المعلومية تويوتا هايلاندر مصنوعة في أمريكا، وهي أصلا كانت مخصصة فقط للأسواق الأمريكية، و2020 جت لأسواقنا في المملكة العربية السعودية والخليج. كرسي السائق كهربائي، كرسي الراكب يدوي، وزي ما ذكرنا هذه فئة ستاندر. هذه من الخلف، تكاية خلفية بحاملات أكواب. طبعا هنا التكييف الخلفي وأربع فتحات زي ما ذكرنا. الصف الثاني أو الوسط ثلاث مقاعد. فصراحة يا جماعة الخير، يا ليت يشوفني اللي يفكر يشتري سيارة منافسة ويركز على المواصفات ويركز على الصرفية ويركز على السعر. لأن يوم تيجي تقارن، طبعا يوم تيجي تقارن السعر على حتى مع المنافسين الصينيين فرق بسيط. صح أنك الصيني بتاخذ مواصفات أفضل وأعلى، لكن هنا مو انه والله معدومة المواصفات، لا، لان لسه ما خلصت المواصفات وبتدفع حاجة بسيطة بس. عندك صراحة هنا تلعب موضوع صرفية الوقود، خاصة اللي بيشتري سيارة من الفئة هذه اكيد بيفكر بصرفية الوقود. طبعا سيارة شغالة على فكرة. طيب عندنا بالكامل زجاج كهربائي اوتو لمسة واحدة، المراية كهربائية وفيها خاصية الطي، طبعا فيها تسخين، الانوار اوتو، تحكم في مستوى الضغط الخارجي، طبعا الانوار اوتو العالي، فتحتين كل بنزين من تحت. هذا هو دركسون السيارة طبعا بشكل ثلاثي. شوفوا ما شاء الله مثبت سرعة، وفي رادار، وفي تنبيه خروج على المسار. فأقول لكم ما هي معدومة المواصفات. تحكم بنظام الصوتي، أوامر صوتية بلوتوث. طبعا البطارية أو بدل ما يكون فيها RPM حاط لك التشارج والإيكو والباور، الحرارة، عداد الرحلات تقدر تقربه باللغة العربية، مستوى صرفية الوقود إلى آخره، والسرعة مع تنك البنزين اللي هو عبارة عن 65 لتر تقريبا. طبعا مواصفات أمانة اللي بياخذ مواصفات أدق من كذا أو يحب يقرأ يدخل إلى موقع شركة عبد اللطيف جميل، كاتب لك جميع المواصفات هناك بكامل التفاصيل. طبعا زر التشغيل الذكي، شاشة معلومات، وحسب برضو مواصفات الوكالة جاي فيها خاصية أبل كار بلاي مع وجود كاميرا خلفية وحساسات خلفية، لأن الموديل السابق ما كان فيه حساسات خلفية. طبعا السيارة تجي مكيف لمس، ولاحظ أن فيه تحكم منفصل بين السائق والراكب. عندنا هنا منفذ USB، وعندنا هنا طبعا هنا منفذ USB نظام صوتي أو الأبل كار بلاي، هنا منفذين USB كشاحن للجوال مع منفذ طاقة وغير CVT، وفي وضعية مانوال زي ما نلاحظ هنا. لا ننسى حاملات الأكواب، هذه اثنين طبعا برضه مطعمة بالكروم عشان ما حد يزعل يقول وين عبد الرحمن وين تطعيمات الكروم بالسيارة هذه، خلاص فيها. طيب الدرايف مود موجود، عندنا سبورت، نورمال، ايكو، ثلاث وضعيات القيادة. طبعا عندنا هنا الجلنط كهربائي بيجي فيه خاصية اوتو هولد، نظام تراكشن، توفير الوقود مع كابل وسط، وفيها مساحة تخزين مع منفذ طاقة. يعني السيارة هذه مركزة انها تكون توفير وقود وعائلية ومريحة، خاصة العوائل تحب ما تحب تدفع بنزين على الخط الى اخره، جو المدينة ما يبغون يدفعون صراحة. السيارة تمشي مقاربة جدا للسيارات الثانية، الاقتصادية جدا في البنزين. طبعا الشماسة فيها مراية مع انارة، انوار السقف هيلوجينية ما شاء الله، هذه طبعا فيها مراية داخلية وفيها بيت نظارة، هذه بيت النظارة، وهذه المراية الداخلية زي ما نلاحظ، انوار السقف ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذه شماسة الراكب كذلك فيها مراية مع انارة. الدرج الامامي. طيب عندنا منفذ طاقة هنا اللي هو 12 فولت، كذلك هنا منفذ طاقة، مساحة على فكرة اللي هنا جدا كبيرة، ويا ليت شركة تويوتا يعني تحط فيها ثلاجة بصراحة. خلاص ترى صراحة السيارات هذه شوي شوي، ما راح اقول لكم والله بياكل سوق الفورشنر او بينهي الفورشنر، لا، لكن حياخذ جزء من سوق الفورشنر. ليش؟ لان في ناس احتياجهم سيارة سبع مقاعد بس يبغون علامة تويوتا، فمو احتياجهم سيارة مرتفعة وسيارة كذا وكذا وكذا، لا، احتياجهم ان تشيلهم ويسافرون عليها ويروحون يجون عليها وتكون اقتصاديه. الفورشنر حتى الاربع سلندر فيه مو اقتصادي، فمثلا يوم تتوفر هذه السياره حيسحب الناس ذوك اللي تكلمت عنهم الان، حيسحب البساط، هذه السياره حتسحب البساط من الفورشنر. لا يا جماعه تعالوا عندي انا بسعر مقارب، مواصفات افضل، براحه افضل، وانا بعد قاعد اتكلم عن المنافسين، اتكلم سياره من نفس الشركه ففيها الشيء هذا. فما شاء الله انت لو تلاحظون احنا سوقنا
صحيح إن ما في كثير من السيارات اللي موجودة بأمريكا أو السيارات موجودة بآسيا، لكن يجمع بين الثنتين. فأمريكا ما عندهم فورشنر، عندهم فورنر بس ما يجي 7 مقاعد، أعتقد 5 مقاعد الفورنر يمكن، وعندهم هايلاندر. فكل سيارة كذا جاية في جهة معينة. أما هنا لا، ما شاء الله، حتى السيارة زي سكويا كان بدل العائلة تروح تشتري لاند كروزر عشان سيارة من تويوتا وجيب وزي كذا، يروح يشتري سكويا، خلاص جمع ما بين السيارات الجموس وكذا وجيب بنفس الوقت. فهذه الفكرة، فهذه السيارة حتسحب البساط صراحة، خاصة مع الأوائل تبحث عن سيارة واسعة ومريحة وعملية، حتى أن صرفياتها في الوقود ممتازة ومواصفات الأمن والسلامة فيها جدا ممتازة. نتكلم عن رادار، نتكلم عن تحديد تنبيه خروج على مسار، نتكلم عن إرباقات جانبية، فرامل بيس، نظام الثبات الإلكتروني، وحساس كفرات. نتكلم عن سيارة تويوتا من تويوتا اليابانية، وأكيد باللمسات الأمريكية بحكم أن أصلا هي مستهدف فيها أكثر شيء الأسواق الأمريكية. طبعا الاختلاف صراحه اللي لاحظته هو الحساسات الخلفيه عن الموديل السابق، كذلك ما جاء بسعر مرتفع زياده عن اللزوم، لا ممتاز. الزجاج الامامي لا ما هو مدبل، اعتقد الفئات الاعلى منه يجي مدبل. هذه هي ابرز المزايا. فصراحه متابعينا الكرام، اب لعائله او عائله تبحث عن سياره ب7 مقاعد وتركزون على ان السياره تكون عمليه وسياره تكون اقتصاديه وبسعر مناسب، فهذه أحد الخيارات الممتازة جدا. لأن تتكلم عن سيارة من تويوتا اليابانية اللي هي تعتبر الأول في أسواقنا والأول عالميا، كذلك لما تتكلم عن تقنية الهايبريد هم من أوائل الشركات اللي قدموا هذا الشيء وشغالين عليه في تقريبا في أغلب سياراتهم على مستوى العالم. فما أنا قاعد أتكلم عن شركة أخذت خبرة من أحد، لا هي صنعتها بنفسها. طولت عليكم متابعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.